الرئيس عارف الأزمة وعارف أبعادها، والحقيقة يعني احنا عندنا أمل كبير جدا في الكلام اللي بنسمعه، ومهم الناس تطمن، واللي هيخلي الناس تطمن هو ضبط الأسعار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على نسبة التضخم العالية دي. طبعا الشائعات لا تتوقف، واللي بيساعد على كده هو الارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء. البعض بيردد ان مصر هتعجز عن انها تسدد ديونها هذا العام، وده غير صحيح. مصر عليها السنة دي فقط 28 مليار دولار في العام المالي من يونيو 23 ليوليو 24، وبدأت تسد في هذا الأمر وما عندهاش مشكلة في سداد الفلوس في موعدها. إخواتنا العرب جددوا الودائع، لهم كل الشكر وكل التقدير. إحنا زي ما بقول دفعنا جزء كبير، مفيش مشكلة في الباقي. مصر عمرها ما تخلفت عن هذا الأمر. الحقيقة وفقا لتعليمات السيد الرئيس تم تشكيل لجنة خاصة من رئيس الحكومة، وزير المالية، حفظ البنك المركزي وآخرين، بتجتمع أسبوعيا لمناقشة الأوضاع أول بأول. لاحظ إن في هناك قدامك دلوقتي انخفاض في قناة السويس، دخلها نزل 42% بسبب أحداث البحر الأحمر، السياحة، التصدير، ولاحظ ارتفاع أسعار سلاسل الإمداد اللي بتجيلك من بره بسبب برضه اللي بيحصل بقناة السويس. كمان هناك توقعات بزيادة أسعار النفط، فهنعمل ايه؟ كل دي أسئلة مطروحة، وانت مطلوب منك انك تسد الالتزامات اللي عليك وتوفر الاحتياجات الغذائية الأساسية ومستلزمات الانتاج وديون شركات البترول والغاز، وقس على ذلك. طيب ماذا نفعل؟ قطعا في أشياء كان ممكن إصلاحها، وفي أشياء خارج السيطرة نتيجة الأحداث اللي بتحصل والتطورات الخطيرة اللي بتهدد أمن مصر، سواء في غزة أو السودان أو ليبيا أو اليمن. وزي ما بقول لكم طلعت لنا أرض الصومال، لأن أثيوبيا عايزة تعمل قاعدة بحرية أمام مضيق باب المندب، وده في تهديد مباشر لأمن مصر والقناة السويس وغيره. طيب مفاوضاتنا مع صندوق النقد، كل المؤشرات بتقول إنها مفاوضات إيجابية حتى الآن. كل المؤشرات بتقول إنه في موافقة مبدئية على 6 مليار دولار حتى الآن، ويمكن هناك رقم مماثل أيضا هناخده من حتة تانية، يعني كده ممكن نوصل 12 مليار دولار. الدولة بتشجع القطاع الخاص، لديها برنامج لتخارج بعض المؤسسات السيادية من بعض المشروعات، مع ملاحظة أن هناك 5 مليون مواطن يعملون في هذه المشروعات، يعني 5 مليون أسرة. القطاع الخاص كانت مساهمته في إجمالي الاستثمارات العام الماضي 28%، العام الحالي وصلت النسبة 39%. هناك خطة حكومية هتتنفذ خلال 4 سنوات هتوصل مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ل 65%، ودي نسبة هائلة جدا. هناك ناس بتحاول تيأسنا وكأن البلد على وشك الإفلاس. يا جماعة احنا في ظروف صعبة، والناس حالتها صعبة، والأسعار نار، والجنيه بيتراجع وبيفقد قيمته الحقيقية، ولكن ده مش معناه ان البلاد خلصت وفلست. تركيا كانت الليرة عندها في 2016 او الدولار كان ب 2.92% مقابل الدولار، النهاردة الدولار ب 25 ليرة، والديون في تركيا 421.8 مليار دولار. يمكن عندهم تصدير كذا كذا، حاجات كتير يعني. احنا عندنا مشكلة لكن حلها مش مستحيل، والكلام اللي سمعناه على لسان مسؤول حكومي كبير بيقولوا ان هناك حل لسعر الصرف خلال أسابيع.